اهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، اسعدتم اوقاتا من جديد. لازلنا مع حضراتكم في اطار هذه النوافذ المستمره من الان، نستعرض ونسلط خلالها الضوء على جديد واخر التطورات الجاريه في المحيطين الاقليمي والدولي. هذه المره تطورات الازمه في ليبيا، وبعد ايام قليله من اختتام اعمال مؤتمر ليبيا والذي استضافته مدينه باليرمو الايطاليه بحضور الرئيس السيسي وعدد من المسؤولين الدوليين البارزين ذوي الصله في الازمه الليبيه فضلا عن الاطراف الرئيسه الليبيه، اجتمع وزراء خارجيه دول الجوار الليبي في العاصمة السودانية الخرطوم هذه المرة لمحاولة بحث واستكمال الجهود المبذولة في القاهرة وإيطاليا لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية ووضع البلاد في الطريق الصحيح لمحاولة تسوية الأزمة الليبية في مسار سياسي مكتمل. البيان الختامي لهذه اللقاءات التي جمعت وزراء خارجية دول الجوار ذهب إلى ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وإجراء الانتخابات في إطار موحد داخل الدولة الليبية من أجل توحيد الوحدة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية. في الاستوديو ينضم إلينا الباحث السياسي الأستاذ حسن الجهمي، الباحث السياسي الليبي ينضم إلينا في الاستوديو الآن. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ حسن. أهلا بك وأنا سعيد جدا في البداية أن يكون بين أهلي في مصر، وسعيد جدا بخلال إقامتي في المدة اللي فاتت في مصر بالتطور اللي لا ينكره إلا جاحد، والعمل الكبير اللي بتم في مصر. أهلا وسهلا أستاذ حسن، ما الذي تملكه دول الجوار لكي تقدمه إلى ليبيا؟ والله دول الجوار، هناك دول لها زي مصر مثلا لها بعد تاريخي مع ليبيا ورابط تاريخي، فالأمن القومي المصري والأمن القومي الليبي واحد، وهناك دول للأسف لا يهمها إلا مصالحها الشخصية. فمصر كانت من البدايات من ايام الحرب الاستعمار الايطالي كانت ركيزة في بناء الجيش الليبي، والجيش الليبي تأسس هنا في القاهرة، وهناك ميدان في نصب تذكاري لتأسيس الجيش الليبي هنا في القاهرة، فمن هنا بدأنا في حركة التحرر في ليبيا من القاهرة، بدأنا في حركة التحرر والحرب وتأسيس الجيش الليبي لتحرير ليبيا من الاستعمار الإيطالي بنا ذلك الوقت. ليبيا الآن تمر بمخاض بسبب الانقسام الحاصل وتفرد المجلس الرئاسي بالقرار السياسي في ليبيا بطريقة غير شرعية، وهو مجلس غير شرعي أصلاً، فللأسف حتى لكن يبقى هو الجسد السياسي المعترف به دوليا وفق مخرجات معترف به دوليا وليس ليبيا. يعني هذا الرئاسي إلى اليوم لم يحصل على مباركة البرلمان الذي انتخب من الشعب. هذا المسألة على هذا النحو ستستمر إلى أي مدى؟ لأن هناك تقريبا ما يشبه الإجماع على أن الحل سيأتي في الجانب الأكبر منه ليبيا داخليا. نحن نحتاج إلى مصالحة، نحن نحتاج إلى جمع جميع الأطراف على الطاولة والمصالحة والبدء من جديد، نحتاج إلى توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة، نحتاج إلى نبذ الميليشيات ونبذ العنف في ليبيا، نحتاج إلى تكافل الجهود من الدول الجوار وخصوصا الدول التي تهم مصلحة ليبيا مثل مصر. فنحتاج إلى هذا الأمر. يعني مسألة التوافق الليبي الداخلي، هل المسألة يسيرة بالقدر الذي تتحدث فيه عن أنها ربما يتم إنجازها ومن ثم تذهب كل الأطراف لعملية سياسية شاملة، ولا الأولوية ستكون لإجراء انتخابات حسب ما يقول المبعوث الأممي وكان يفترض أن تأتي في ديسمبر لكن الأمور تعثرت؟ المشكلة أن الأزمة الليبية ليست أزمة داخلية فقط، فهناك أطراف خارجية ولاعبون خارجون في الأزمة الليبية، فنحن كنا نأمل في إجراء انتخابات في ديسمبر وإنهاء الانقسام وإنهاء الفوضى السياسية الحاصلة في البلاد، لكن هناك أطراف منها على سبيل المثال إيطاليا لا تريد هذه الانتخابات لأنها ستأتي بما لا تشتهي، فستأتي بأشخاص لا يريدهم الغرب، فالانتخابات كانت ستحل الأزمة وتنهي الغرب. هذا يشمل فرنسا أيضا ولا لا؟ الغرب منقسم، هناك الغرب وبعض وحتى بعض الدول العربية يعني مثل
إيطاليا وإيطاليا وبريطانيا وقطر وتركيا، هذه الدول لا تريد الانتخابات في ليبيا، لا تريد أن يستمر الانقسام وتستمر الأزمة، لأنها مستفيدة من هذه الأزمة ومن هذا الانقسام، ولا تريد أن يكون في ليبيا جيش قوي، لأنها تدعم الإسلام السياسي الذي في الانتخابات الأولى والانتخابات الثانية فشل في أن يحصل على أصوات الليبيين. يعني لكن المعطيات التي تسوقها الآن أستاذ حسن تقول بأنه تقريبا ليس هناك انتخابات في المدى المنظور، إذا كانت المسألة ستظل موقوفة على ما تقوله. المسألة أنا أرى أن حل المسألة يجب أن يجلس الأطراف الليبيين في مؤتمر للمصالحة، وأن يتوحد الجيش تحت قيادة واحدة، وأن تجمع الأسلحة من يد الميليشيات، وأن يتم تجريم كل من يرفع السلاح ضد الدولة، يتم تجريم ذلك دوليا. أما أن تدعم إيطاليا أطراف من الميليشيات، وتدعم قطر أطراف من الميليشيات، وتدعم تركيا أطراف من الميليشيات لاستمرار الفوضى، فهذا اللاعب الخارجي. لكن إيطاليا عندما نظمت مؤتمرا لمحاولة بحث الأزمة الليبية وبحث بعض القضايا المرتبطة بإعادة الإعمار والوضع الاقتصادي، ذهبت تقريبا كل الأطراف الليبية الفاعلة، المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي ذهب، السيد فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق ذهب، السيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب ذهب. لا يبدو أن هناك مشكلة إذن في أن تلتئم هذه الأطراف حتى لو كان في إيطاليا. لو لاحظت المؤتمر المشير خليفة حفتر لم يذهب إلى المؤتمر، بل ذهب إلى انعقاد قمة على هامش المؤتمر، ولم يحضر أعمال المؤتمر الذي كان من القرار أن يكون، بل ذهب إلى قمة شارك فيها الرئيس السيسي وشارك بعض الوفود الدولية، ولم تكن فيها قطر وتركيا مدعوين، وكان هذا نصر سياسي صراحة، أن الجيش الليبي يقوم بالحرب على مستويين، مستوى عسكري ومستوى سياسي، فكان نصر سياسي أن يفرض المشير خليفة حفتر أن لا تحضر هذه الأطراف التي هي جزء من الأزمة وليست جزء من الحل، تركيا وقطر في هذا اجتماع القمة الذي دار بين الرؤساء والمشير خليفة حفتر. فأما مؤتمر باليرمو فكان في الأصل في الأساس لتمكين الإسلاميين من العودة إلى الواجهة بعد أن حرمهم الجيش. لكن المشكلة كانت في البداية مع الحكومة الإيطالية عندما قامت بنشر بعض القوات في المياه الإقليمية لطرابلس، وقيل وقتها من قبل القيادة العامة للجيش الليبي أن هذا أمر غير مقبول حتى وإن كانت الواجهة لصد موجات الهجرة غير النظامية. لكن في الوقت ذاته المشير خليفة حفتر في مع حكومة ماتيو رينزي الحكومة السابقة ذهب إلى إيطاليا والتقى عدد من المسؤولين والتقى وزيرة الجيوش أو وزيرة الدفاع الإيطالية وقتئذ. لم تكن هناك مشكلة على الأقل في أن يذهب المشير خليفة حفتر إلى إيطاليا حتى. ذهاب المشير خليفة حفتر شيء، إلى إيطاليا وهذه مفاوضات سياسية يجب أن تكون. السياسة بحر عميق. أما أن يأتي الإيطاليين إلى السواحل الليبية وأن يفتحوا قاعدة في مدينة مصراتة، أو أن ينشروا أساطيلهم في المياه الإقليمية الليبية، هذا شيء مرفوض ونرفضه الليبيين جميعا، سواء قيادة الجيش أو سواء المواطن العادي. يعني الحكومة الليبية الجديدة لا تعبر ربما عن الحكومة التي كانت في وقت سابق، سواء ماتيو رينزي أو باولو جنتلوني ما بعد الأزمة السياسية التي ضربت إيطاليا. هناك حكومة ذات صبغة، بين قوسين ذات صبغة يمينية على الأقل في بعض مكوناتها، كماتيو سيلفيني وزير الداخلية. هل اختلفت الرؤية بين الحكومة الحالية في إيطاليا وسابقتها في طريقة تعاطيها مع الأزمة الليبية؟ طبعا طريقة التعاطي الإيطالي مع الأزمة الليبية يختلف حسب مصالح الأحزاب السياسية في إيطاليا. فطريقة التعاطي ربما اختلفت في الفترة الأخيرة، لأن النجاحات التي حققها الجيش على الأرض في ليبيا فرض نفسه على الساحة السياسية الدولية، فرض نفسه على أنه هو اللاعب الرئيسي
في ليبيا، وأنه هو من يحقق الأمن والاستقرار. ورأينا الأمن والاستقرار يعم الشرق الليبي، ولازالت للأسف طرابلس تعيش في نوع من الفوضى. يعني لازالت هناك ميليشيات تعيث فسادا في مختلف مدن الغرب الليبي. فنريد توحيد الجيش، هذا مطلب ليبي قبل أن يكون مطلب دولي، مطلب من الشعب الليبي قبل أن يكون مطلب من دولي، حتى نتمكن من إجراء انتخابات. ونحن نتمنى أن تحدث انتخابات يزال كل من هم في الصورة، أمثال فايز السراج الذي لا الذي جاء بطريقة غير شرعية ولم يحصل على الثقة، ولا يحصل حتى على ثقة المواطن العادي. لكن كل من في المشهد يستثنوا من خوض الانتخابات المقبلة على المستوى الرئاسي تقول؟ أنا أتمنى أن كل من في المشهد حاليا من السياسيين، سواء في البرلمانيين أو فيما يسمى بمجلس الدولة، أن يستثنوا من الانتخابات البرلمانية والسياسية، لأنهم لم يقدموا شيء لليبيا. الوحيد الذي قدم شيء لليبيا هو الجيش الليبي. نعم. الوحيد الذي دفع الدماء ودفع هو الجيش الليبي. أستاذ حسن، أنت تقول أنه يتعين الذهاب إلى مصالحة وطنية شاملة عندما تذهب كل الأطراف إلى مائدة مفاوضات واحدة تفضي في النهاية إلى قدر من التوافق يكون قاعدة للانطلاق نحو انتخابات المقبلة. ما هي القاعدة المشتركة التي يتعين الوقوف عندها، أو الحد الأدنى من التوافق إذا جاز التعبير، حتى يمكن لهذه الأطراف أن تجلس؟ لأنها بالفعل جلست في باريس، ذهبت كل الأطراف تقريبا، قيل وقتها أنها أحرزت قدرا من التوافق لكنها لم توقع على أي وثيقة أو مخطوطة، وبالتالي لم يلتزم أي طرف من الأطراف بما اتفقوا عليه في باريس. للأسف هناك أطراف تذهب بأجندة خارجية وليست أجندة ليبية. حتى نستطيع أن نحصل على توافق ومصالحة ليبية، علينا أن نجعل الأجندات الخارجية خارج ليبيا، وأن يكون الاجتماع داخل ليبيا أو في أحد دول الجوار، لكن يجب أن تكون أجندة ليبية بحثة. التوافق على أن إعادة توحيد الدولة، إعادة الاستقرار، إعادة الإعمار المدن المدمرة، إعادة اللاجئين والنازحين سواء في دول الجوار أو داخل ليبيا، المصالحة الشاملة، العفو. نحتاج إلى قانون عفو جديد، ونحتاج إلى أن نتوصل إلى نقطة نتفق عليها، أن يجب أن نعيد لليبيا عزتها وكرامتها. هذه الإجراءات أو حزمة الإجراءات التي تقولها هذه يتعين اتخاذها قبل الخوض في أي عملية سياسية بانتخابات رئاسية أو نيابية، ولا تجرى هذه الانتخابات ومن بعد ذلك السلطة المنتخبة التي ستفرزها هذه الانتخابات هي التي تطلع بهذه الإجراءات؟ أن نتمنى شيء والواقع شيء ثاني. نعم، ما الذي يقوله الواقع؟ فنحن نتمنى أن يحصل هذا قبل الانتخابات، لكن الواقع تفرضه سياسات دولية وسياسات وواقع محلي. فربما يفرض علينا إجراء انتخابات من الخارج، ربما سنصل إلى انتخابات بشكل أو بآخر. هل مدى نزاهتها سنعرفه يوم أن تجرى؟ كل هذا مجرد تكهنات حاليا. أستاذ حسن، اسمح لي سنتوقف مع فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال هذا النقاش، وتحديدا هل هناك سلطة يمكن أن تمسك بكامل المحيط الليبي قبل إجراء هذه الانتخابات حتى تكون قادرة على إجراء هذه الانتخابات في شرق ليبيا وغربها فضلا عن الجنوب؟ فاصل قصير، نعود من بعده لاستكمال هذا النقاش.
أهلا بحضراتكم من جديد. نعود مجددا لاستكمال نقاشنا مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ حسن الجهمي حول تطورات الأوضاع في ليبيا في ضوء اختتام اجتماع مؤتمر وزراء الخارجية لدول الجوار والذي استضافته العاصمة السودانية الخرطوم. أستاذ حسن، مسألة إجراء انتخابات في ليبيا تشمل كامل القطر الليبي، هذه تعني أن هناك سلطة واحدة في ليبيا بإمكانها أن تجري الانتخابات في كامل القطر الليبي، هل هذا ممكن أيضا أن يتم حتى لو كانت سلطة انتقالية؟ وارد هذا ولا لا؟ لو توفرت الجهود والنية وتوفرت الدعم من الأمم المتحدة ربما، لا أستطيع الجزم بأنه سيتم، لكن ربما يتم. لكن المهم ليس فقط إجراء الانتخابات، المهم هو مدى نزاهتها ومدى موافقة الجميع عليها. أن تجري انتخابات ليس بالأمر التأكد من نزاهة العملية الانتخابية، هذا موقوف على الخطوات التي ستتخذ قبل إجراء هذه الانتخابات ولا بعد إتمام هذه العملية يمكن القول بنزاهتها؟ هي في إجراءات في قبل وفي وقت الانتخابات وما بعدها في الفرز. فهناك في بلد مقسم حاليا، كيف سنجري انتخابات نزيهة ونحن لا نعلم تلك المدينة التي تحكمها تلك الميليشيا؟ كيف تم تعبئة الصندوق؟ طيب أستاذ حسن، اسمح لي قبل أن نستكمل هذا النقاش حول الأوضاع في ليبيا نتحول إلى بيونس آيرس، نتابع وقائع توقيع اتفاق تجارة جديد بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين وكندا كبديل لاتفاق نافتا الذي تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكثير من الانتقادات عن أنه مجحف وظالم بحق التجارة الأمريكية. نذهب لنتابع مراسم هذا التوقيع ثم نعود لاستكمال هذا النقاش. أن تطبيق الاتفاق سيأتي ملائما ويفي بأهدافه، وهو مهم بالنسبة لدولنا الثلاث اليوم. السيد الرئيس بينيا نيتو ورئيس الوزراء ترودو، لقد عملنا بجد للتوصل إلى هذا الاتفاق وتعرضنا للكثير من الانتقادات، ولكننا وصلنا إلى الاتفاق. أشكركما على هذه الشراكة الوثيقة طوال هذه العملية. الاتفاق الجديد سيسمح بمستقبل من الرفاهية والابتكار بالنسبة لأمريكا وكندا والمكسيك، وأنا أتطلع إلى العمل مع أعضاء الكونغرس الأمريكي ومع الشركاء في هذا الاتفاق، ولا أتوقع أن نواجه مشاكل في هذا المجال للتأكد من تطبيق الكامل لهذا الاتفاق. إنريكي، أريد أن أشكرك شخصيا وأتمنى لك كل الحظ، أنت في يومك الأخير في منصبك كرئيس، ونرحب بك وأتكلم باسم جاستن عندما أقول ذلك أيضا. We both agree he's a special man. نتفق أنه رجل خاص قام بعمل ممتاز. شكرا لك. وبالتالي أهنئك على إنهاء ولايتك بتوقيع هذا الاتفاق الممتاز، أفضل طريقة لإنهاء ولاية. أتطلع إلى العمل مع الرئيس المنتخب لوبيز في السنوات المقبلة، وأعرف أن علاقتنا ستكون ممتازة. لقد تبادلنا الحديث وأنا مقتنع أن العلاقة ستكون جيدة. أريد الآن أن أدعو السيد الرئيس والسيد رئيس الوزراء للتكلم. نبدأ بجاستن، تفضل. صباح الخير، شكرا لحضوركم، شكرا لرئيس ترامب وللرئيس بينيا نيتو دونالد، شكرا للكلمات التي قلتها اليوم في السيد إنريكي. كما قال السيد ترامب، هذا يومك الأخير في مهمتك وأنا سعيد برؤيتك. الاتفاق الجديد يكرس الاستقرار للاقتصاد الكندي ويحمي آلاف من الوظائف ويخلق فرص جديدة لشركاتنا. لذلك
أنا هنا اليوم لأن التهديد الاقتصادي الذي كان يحيط بالمفاوضات agreement maintains stability for Canada's entire economy, stability that's essential for the millions of jobs. حافظ على الاستقرار في الاقتصاد الكندي وهذا أمر مهم بالنسبة لملايين الوظائف وللطبقة الوسطى التي تعول على علاقات تجارية قوية مع جيراننا. لذلك أنا هنا اليوم. الاتفاق الجديد يقضي على عدم اليقين في إطار التبادل التجاري في المستقبل، وهذا الوضع قد كان ليكون أسوأ لو لم نتوصل إلى هذا الحل. ولكن أمام هذه التحديات التحم الكنديون مع بعضهم من كل مشارب الحياة لدعم المصالح القومية أولا بتوقيع هذا الاتفاق الذي يقوي الطبقة الوسطى ويخلق فرص جديدة للشركات. أمامنا المزيد من العمل لتذليل العقبات ولدعم الازدهار الاقتصادي، ولكن اليوم نحن نمر بمرحلة مهمة. وصلنا إلى هذا الاتفاق لأننا كنا ننظر إلى مصالح الطبقة الوسطى. هناك المزيد علينا أن نقوم به من تقليل الحواجز الجمركية، وهذا الاتفاق ما بين الولايات المتحدة وكندا وأمريكا أمر مهم. الكنديين كانت تحركهم مصالح الطبقة الوسطى والتبادل الحر الذي قد يكرس مزيد من الازدهار للطبقة الوسطى. مصالح أو منافع التجارة يجب أن نتقاسمها، وهذا ما يحققه هذا الاتفاق، وهذه هي أهمية هذا الاتفاق. وكنتيجة له فإن النفاذ إلى الأسواق بدون رسوم جمركية هو أمر مهم بالنسبة للشركات والعائلات والوظائف في كل مناطق البلاد. وكما قلت إن المهمة لم تنتهي، هناك مزيد من العمل يجب أن نقوم به لتقوية الاقتصاد. وكما قلت للرئيس ترامب فإن إغلاق المصانع التابعة لجنرال موتورز قد تؤثر على الكثير من الأسر والعائلات، ولكن نحن سنقف إلى جانب مصالح عمالنا ومجتمعاتنا المحلية. السيد دونالد، هذا سبب إضافي لمواصلة العمل لرفع الرسوم الجمركية. إن هذه الرسوم الجمركية لا زالت بيننا وسنعمل على رفعها لأنها تشكل عائق أمام اقتصاداتنا. بالعمل أنا متأكد أننا سنصل إلى ذلك المكان. قبل أن ننهي أود أن أشكر وزيرة خارجيتنا وبايب لايتهايزر مسؤول التجارة في أمريكا والسيد ديفانسو دوهونغو وزير خارجية المكسيك للعمل الجدي الذي قاموا به، كذلك السيد ستيفن ماكنوش وطاقم موظفيهم. مرة أخرى شكرا للجميع. السيد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، السيد رئيس وزراء كندا جاستن ترودو،
السادة أعضاء الوفود التي انضمت إلينا اليوم، أريد أولا أن أشكركم لتعليقاتكم الطيبة. نعم، هو يومي الأخير في منصبي. في الأيام الأخيرة لولايتي كرئيس يشرفني أن أكون هنا إلى جانب قائدي دولتين صديقتين لتوقيع الاتفاق الجديد بين أمريكا والمكسيك وكندا، والذي يعرب عن إرادة دولنا بالعمل سوية لمصلحة ورخاء كل مجتمعاتنا. هذا اليوم هو تتويج لعملية طويلة من الحوار والمفاوضات لتخطي الاختلافات والتوصل إلى التوافق. الاتفاق سيحال إلى الكونغرس للاعتماد، وعندها سيثمر وسيسمح بالعمل على أسس جديدة لتبادلاتنا في المستقبل. المفاوضات بين دولنا سمحت بإعادة تأكيد أهمية التكامل الاقتصادي لدول أمريكا الشمالية. دولنا منذ أكثر من 50 عاما حافظت على علاقات تجارية أساسية، وهذه التجارات قد كان تأثيرها إيجابيا على المكسيك، وهي تمثل اليوم جزءا كبيرا من النمو في المكسيك، والمجتمع في المكسيك يستفيد منها. تجديد الاتفاق كان يهدف إلى المحافظة على التكامل في أمريكا الشمالية، لأننا نعتقد أنه بالعمل سوية نكون أكثر قوة وأكثر قابلية للتنافس. الطريق ما زال طويلا أمامنا لنستفيد من قدرات كل من دولنا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك والكندا. وكندا في هذا الاتفاق تعزز عملية التكامل التي بدأت أساسا لتحديث الإطار التجاري. اتفاقيات التجارة الحرة لا يجدر. تابعنا مع حضراتكم إذن مراسم الإعلان عن الوصول لاتفاقية للتجارة الحرة جديدة بين دول أمريكا الشمالية الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. آخر المتحدثين كان الرئيس الذي يمضي يومه الأخير رئيسا للمكسيك إنريك بينا نيتو، ومن قبله كان يتحدث رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وبينهما الرئيس الذي لطالما وجه انتقادات لاتفاقية نافتا وقالت إنها تحيق ظلما واسعا بتجارته وبالقطاع الصناعي لديه. جاستن ترودو من أهم ما قاله، ولعله هو الذي تحدث في بعض المضامين ذات المعنى على الأقل في الجانب الذي تابعناه، عندما قال إن هذا سيكون نصرا للطبقة الوسطى في الدول الثلاث وتحديدا في كندا، وألمح لحجم المعاناة التي يعانيها القطاع الصناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، تحديدا مع الإعلان عن غلق جنرال موتورز لخمسة من مصانعها مع تسريح آلاف الموظفين. يقول إن اتفاقية من هذا النوع قد تفضي إلى مزيد من ضخ الدماء في شرايين القطاع الصناعي للولايات المتحدة الأمريكية وللدول الثلاث. هذه الجزئية تحديدا لم يظهر لها الرئيس الأمريكي قدرا من الاستحسان. نعود مجددا إلى حديث آخر بعيد عن حديث أولئك الذين يتحدثون في القضايا ذات الطابع المخملي واتفاقيات التجارة الحرة التي توقع بين آلية القوم. نعود إلى أرض الواقع في الشرق الأوسط والمنطقة العربية مع الأستاذ حسن الجهمي الباحث السياسي الليبي. أستاذ حسن، قبل أن نتحول إلى هذا الحديث، أنا مضطر أن أشكرك شكرا جزيلا، أعتذر منك على هذه المقاطعة، وأشكرك على وجودك معنا في هذه اللحظات الآن.